الدين اللي بيقول ان انا اتقتل لما اخرج قصاد حاكم ظالم ومجرم ومستبد وفاسد وحرامي فيه كل العبر. طب وانا اؤمن بهذا الدين ليه؟ انت تعلم ان في احد المبشرين في احد القنوات فتح الموضوع ده اكتر من 20 مرة ولا واحد منكم تفضل. فاهمين ان الازهر مقصر ان ما بيردش على زكريا؟ معقولة ده كمان عشان جمال؟ كل المبادئ بتاعت الديمقراطية كفر بالله. وبعدين ما تابش يقتل برضو، علشان كده في كثير من الناس بترتد عن دين الاسلام في السنوات الاخيره. زكريا بطرس عامل لك عقد نفسي قوي. لا ده انا بقول لك لو شفته اقبل ايه. اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غيره. لو ده دين الاسلامي انا خارجه منه اصلا. مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في الحلقة 13 بعد 300 من برنامج الحقيقة معرفة الحق، وعلى الهواء مباشرة من كنيسة الفادي الفضائية، ومعنا أبونا الغالي والمحبوب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بك قدس أبونا. مرحبا بك يا هدى. أهلا وسهلا، وبرحب بجميع الأحباء المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم. قدسك عودتنا ترفع لنا طلبة صلاة في بداية كل حلقة لطلب أمين. حضور الرب، ممكن تصلينا؟ أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها المشرق بشمس برك في القلوب المظلمة، نعم، لتنيرها بشكلك المحيي. نعم. كم نشكرك رب لأنك في يوم من الأيام أشرقت في قلوبنا وأنرتها بنور معرفتك. لنا أحباء كثيرون لم يستمتعوا إلى الآن بهذا النور. ألا ليتك يا رب تتمجد في إشراقة النعمة في عقولهم، أذهانهم، قلوبهم، ليتمتعوا بيك ويخلصوا من الهم والغم والبؤس والمرار والتعاسة التي يعيشونها بمعرفة خلاصك ونعمتك المجانية والفرح الذي تسكب في القلوب بالغفران ومحو الماضي وجبر الحاضر وضمان المستقبل. ليتك تباركنا بكل بركة روحية، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين. 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 ربي يباركك. أبونا ممكن تذكرنا موضوع الحلقة السابقة أو تذكر السادة المشاهدين؟ بالتأكيد طبعًا، إحنا كنا بنتكلم في سلسلة. نعم. في الرد على الشبهات المسيحية. نعم. لأن في ناس كتير يجي يفكروا في المسيحية يقول لك يا عم ده عندهم الثالوث، عندهم التجسس، عندهم حاجات ملعبكة كتير. فعلشان خاطر نفك الأزمات وننقي الطريق أمام الذين يريدون أن يعبروا فبنحل المشاكل. فكلمنا عن مشكلة الثالوث والله واحد، واتكلمنا عن تجسد الله في المسيح، واتكلمنا عن أيضا صلب المسيح، وصلنا إلى تحريف الكتاب المقدس واتكلمنا عليه وأثبتنا صحة الكتاب المقدس من جميعه، من القرآن والأحاديث والفقهاء والعلماء والآثار كله. تمام. طيب أبونا، كل المشاهدين الآن في اشتياق أن يعرفون فيما ستكلمون اليوم. نتكلم عن موضوع مرتبط. نعم. ارتباط وثيق جدا بحكاية تحريف الكتاب المقدس. إزاي؟ كيف؟ الشيوخ المسلمين عشان يداروا على البلاوي اللي عندهم، نعم، فيمسكوا التراب ويزروه في العيون عشان خاطر ما تشوفش. فحكاية ان كتابكم المقدس محرف ده بيعموا عنينا علشان خاطر ما نتكلمش على المشكلة الرئيسية اللي عندهم. واو. وهي دي اللي هنتكلم عليها النهاردة. طيب ايه بقى هي؟ المصاحف
وتعددها وتناقضها واختلافها وحرقها وتحريفها. وعشان كده بيتسبقهم ويقول ايه ده كتابكم محرف، عشان خاطر ما نبصش للايه بيداروا للمصيبة السوداء. واو. اللي موجودة. بس احنا هنعرض الكلام ده بعرض علمي دراسة اكاديمية عشان نحط كل انسان قدام الحقائق وهو يقرر اللي عايزه. امين امين. طيب ابونا سؤال، من اين اتيت بانه كان هناك عدد كبير من المصاحف؟ دي المصدر طبعا. ده التحقيق العلمي الموضوع. الرب يبارك. مش كده؟ فبخصوص المصاحف المتعددة والمختلفة. نعم. جاء عنها في كتاب أو موسوعة موجز دائرة المعارف الإسلامية. جزء 26 وصفحة 8175. يقولوا إيه بقى؟ يقولوا إيه؟ في الموسوعة الكبيرة دي. بتقول هذه الموسوعة كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجدت خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة. كان في نصوص تانية. واو. وأضافت هذه الموسوعة تقول إيه؟ نعم. وثمة مصاحف أخرى ارتبطت بعدد من الصحابة يقال أنها انتعشت في الكوفة والبصرة والشام. واو. مش نسخ من المصاحف. لا، دي مصاحف مختلفة. واو. بحسب الأحرف اللي نزلت بيها، زي ما بيقول محمد نزلت. واو. على سبعة أحرف. أوه ماي جاد. فكل حرف مختلف عن التاني لدرجة إن كانت هتحصل معارك وقتل وحروب. واو. فجاء عثمان بن عفان حرق ستة وخلى واحد. واحد. واو. حل باتر. صح ولا لأ؟ عارفين الحقيقة دي ولا لأ؟ إن كنتم مش عارفين فهذه مصيبة. أيوة. وإن كنتم عارفين ومدكنين مصيبة. فالمصيبة أفدعوا. طيب أبونا، طلب المشاهد أن تذكر له المراجع التي يوجد فيها الحديث عن المصاحف المختلفة، فهل يمكن أن تذكرها له؟ طبعا بالتأكيد. كل واحد مشاهد بيسأل أسئلة كتير. وأنا أحب أن أقول أن المراجع كتيرة في هذا الشأن. لكن عشان نبسط الأمور، أنت عارفة باستمرار ده أسلوبي وسياستي، يا ربي بقى، أن أنا أمسك الحاجات العسرة الفهم والصعبة والكبيرة، وبنعمة ربنا بنحاول نحن نبسطها. أيوه. علشان خاطر الإنسان يفهم. لأن الكتب وجدت وكتبت من أجل الناس يفهموها. نعم. صح. لكن الكتب لما تبقى غير مفهومة حد بيقرأ، إيه قيمتها بقى؟ yeah. فدورنا إن احنا بنبسط الكتب غير المفهومة في عبارات بسيطة مفهومة دقيقة علمية. عشان كده برجع إلى موجز دائرة المعارف الإسلامية. نعم. بتمنى ان الناس تعرفها وتقتنيها، هي كتير شوية اعدادها كبيرة، لكن تتفرج عليها في المكتبة. دي رأس تحريرها واشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد سمير سرحان. نعم. وتقع الموسوعة في 33 مجلد. وبلغ عدد صفحاتها 110,518 صفحة، أكثر من 10,000 صفحة. واللي نشرها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري. الكلام ده كان سنة 1998 في أواخر القرن الماضي. نعم. واللي قدم ليها
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف. إذن ده التعريف بإيه؟ بالموسوعة الإسلامية. ماشي؟ ماشي. ثانياً أنا أنقل ما ذكرته عن المراجع المختلفة. نعم. اللي وضحت بالتفصيل عن اختلاف المصاحف. فأقول في جزء 426 من الموسوعة وصفحة 8176 تتحدث المصادر عن قراءات مختلفة، بل وتتحدث عن اختلاف المصاحف. فقد عد ابن النديم عناوين 11 عملا في هذا المجال. واو. 11 مصحف مختلف. واو. وهو اختلاف المصاحف من بعض مع بعضها. منها بقى عند من بالمرجع في الموسوعة الإسلامية بيذكر بعض هذه المصاحف. ايه بقى هي؟ يقول اختلاف مصاحف الشام، اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر اليحصبي. اتنين، كتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة والكوفة واهل البصرة للكسائي. اختلاف. واو. اختلاف. واو. تلاتة، وكتاب اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف لأبي زكريا الفراء. اختلاف. اختلاف. واو. وأربعة، وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني. واو. ستة إلى سبعة. خمسة إلى سبعة. يعني خمسة وستة وسبعة ثلاث كتب. بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحمل جميعا عنوان المصاحف لابن أبي داود السجستاني المحدث. واو. تمانية، مصحف ابن الأنباري. تسعة، مصحف ابن أشتة للأصفهان. واو. عشرة، المختصر الذي ألفه ابن خالويه في اختلاف المصاحف. حداشر، المحتسب لابن الجني. واو. يبقى ادي 11 مصحف مختلفة بعضها عن بعض. ماي جاد. في مراجعكم في الموسوعة الإسلامية بتاعتكم فيما قدم له شيخ الأزهر يعترف بهذا، ادي 11. 11. واو. ادي 11 مصحف. ماي جاد. طيب أبونا، ماذا قالت هذه المراجع عن الاختلافات بين المصاحف؟ ممكن توضحها؟ ده سؤال مهم قوي. نعم. عشان خاطر يبقى الناس كلهم فاهمين. جاء في موجز دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8176. ايه بيقول؟ ان الكتاب الموجز المسمى المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود المحدث الشهير الساجستاني. شوفي، فيضم بضعة آلاف اختلاف جميعها المؤلف من أكثر من 30 مصدرا. بضعة آلاف اختلاف جمعها المؤلف من أكثر من 30 مصدر. واو. تصوري بقى. وتضيف دائرة المعارف الإسلامية برضو نفس الجزء بس صفحة 8180 يقول اختلافات أكثر من نسخ أخرى. استقول هناك اختلافات أخرى في القراءات المنسوبة لعدد من مسلمي الجيل الثاني كالأسود ابن يزيد وعلقمة وحطان وغيرهم. واو. كمان وتقول أيضا نسبت اختلافات أكثر
لمصاحف أخرى ثانوية، وكانت أكثر من الاختلافات المنسوبة للمصاحف الأساسية. وتفيد التعليقات التي أوردها الطبري عن الاختلافات في الآية 106 في سورة المؤمنون اللي بتقول قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيقول لك إن النص القرآني لم يكن ثابتا على أيامه. يعني كان ملخبطين. الناس يقولوا كده، لا مش كده، لا ما الوضع تاني، لا كلام تاني. فهمت بقى ليه بيقولوا لنا كتابكم محرف؟ عشان يداروا البلاوي السوداء اللي عندهم. ان احنا ما نوصلش نقول لهم ده مصحفكم اللي مش محرف. مختلفين ومتناقضين المصاحف كلها. طيب أبونا، هل ذكرت دائرة المعارف الإسلامية شيئا من التفاصيل عن هذه الاختلافات؟ تأكيد. ممكن نعرفها؟ ده اللي عملته دائرة المعارف الإسلامية بالفعل، فقد جاء في جزء 26 وصفحة 8177. نعم. بيقول إيه؟ معظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلافات بين واحد مصحف ابن مسعود، الذي كان شائعا في الكوفة. اختلافات بينها وبين مصحف أبي ابن كعب الذي كان شائعا في الشام. واختلاف مع مصحف أبي موسى الأشعري الذي كان شائعا في البصرة. كل حتة فيها مصحف شكل. قرآن شكل. وذكرت هذه القراءة، أن هذه القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل من زمن النبي. يقول إيه؟ فعبد الله بن مسعود اللي توفى سنة 33 هجرية، الذي كان رفيقا لرسول الله في حله وترحاله، والذي كان من أوائل من فسروا القرآن، يقال أنه سمع 70 سورة مباشرة من النبي، وكان من 10 المبشرين بالجنة، وكان من كتاب الوحي، وكان إماما في الفقه والحديث. وقد رفض عبد الله ابن مسعود تنفيذ أوامر عثمان بن عفان بإتلاف مصحفه أو حرقه. قال له لا. هات احرقه. قال لهم لا. الكتاب غلط، لازم احرقه. يقولوا العب غيرها. مضحك. شيء مضحك. كتابك انت اللي غلط. قال لا، دي حكاية. الانجيل محرف. هناك السر. طيب ده واحد. اتنين. اما ابي بن كعب المتوفى سنة 18 هجرية، فقد بايع رسول الله وشهد بدرا والغزوات كلها، واصبح من كتاب الوحي، وكان احد فقهاء الصحافة الصحابة، واشترك في جمع القرآن على عهد الرسول. وكان مصحف أبي في بعض الأحيان يذكر بدلا من مصحف حفصة. حفصة دي مين؟ بنت عمر بن الخطاب. حتى حفصة عندها قرآن؟ كان عندها مصحف. واو. مختلف. فكانوا يفضلوا أبي عن مصحف الله حفصة. ثلاثة. أما أبو موسى الأشعري، عبد الله الأشعري، توفى سنة 42 هجرية، كان يمنيا، وكان مصحفه مقبولا في البصرة، وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان بن عفان ألا يحذفوا من مصحفه شيئا حتى لو لم يجدوه في مصحف عثمان. عثمان حذف. اوعوا تحذفوا حاجة من عندي. أما ما يجدوه في مصحف عثمان من زيادة ولم يجدوه في مصحفه اللي هو مصحف أبي موسى، فليضيفوه
مش وحش هاتوا الزيادة مرحب بيها لكن ما تشيلوش من عندي حاجة. لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما وأنه يحتوي على الصورتين الزائدتين في مصحف أبي. كان فيه صورتين زيادة عن 114 صورة بتوع المصحف. الله. فبالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى. واو. لخبطة. لخبطة وشي مضحك. لخبطة. المصحف ده فيه حاجات مش في ده والمصحف ده ما فيش في ده. وأوعوا تحرقوا ده وأوعوا تشيلوا حاجة من ده. يا جماعة دلوني. دلوني يا جماعة هو ده المصاحف اللي انتوا بتتبعوها. يا حرام على الكذبة الكبرى والوهم الأكبر اللي انتوا عايشين فيه. يا خسارة. يا خسارة. مع الأسف. طيب أبونا هل ذكرت دائرة المعارف الإسلامية عدد المصاحف التي كانت موجودة؟ الله الله. سؤال جميل. جينا بقى للجد بقى. أيوة. جينا للجد بقى. يا ترى مذكور في دائرة المعارف الإسلامية عدد المصاحف المختلفة اللي كانت موجودة؟ أيوة. واو. طبعا بصوا مع ركز شوية يا عزيزي. لو بتاكل ممكن تبطل أكل شوية. بلاش أكل دلوقتي. ركز خليك كلك نظر كده. والأكل ملحوق عليه. أكل البطون ملحوق عليه. لكن أكل العقول ده نادر. ركز معي يا حبيبي ركز معي. ذكر في دائرة المعارف الجزء الإسلامية الجزء 26 صفحة 8179 بالصفحة. يا ربي يبارك تعبك. يقول في المذكرة في الدائرة وبالإضافة لهذه المصاحف الثلاثة التي كتبها. عد بقى. يا نهد. واحد. واحد مصحف عبد الله بن مسعود. واو. اثنين مصحف أبي بن كعب. قولي ثلاثة. ثلاثة. مصحف أبو موسى عبد الله الأشعري. ما أنا هقعد أقول وأنت قاعدة ساكتة. طبعا. لا تكلمي عشان خاطر يبقى فيه مشاركة. هناك مصاحف منسوبة إلى 12 صحابيا. واو. يبقى دي ثلاثة. وحيذكر كمان 12 يبقوا كام؟ 15. نعدهم يعني. بعد الثلاثة الأولانيين أربعة. أربعة. مصحف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اللي هو اسمه مصحف حفصة. الله. اللي كان شايله عند بنته. حفصة اللي هي مرات الرسول. ها. خمسة. مصحف الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب. ده لما عملوا مبايعة لأبو بكر الصديق هو ما راحش. معترض. يا طبعا. لانه ما بيقول ان هو احق بالولايه منهم لانه من البيت الرسول ابن عم الرسول. يا. وجوز فاطمه يا. فيبقى اذا هو الاولى. فما راحش يحضر المبايعه وقعد مده. فبعتوا له هددوه انت ما جيتش ليه تبايع الخليفه ابو بكر؟ قال لهم ايه؟ فقال لهم انا كنت مشغول في جمع القران. فادي القران جمعته قلت مش هطلع من البيت الا لما اجمع القران. فاهو القران. قالوا له لا احنا عايزينك ولا عايزين قرانك. واو. امشي. واو. قال لا علي بن ابي طالب. كان ليه قران. ايوه. طب ما اعترفوش بيه ليه؟ مش ممكن. كله مختلف مع بعض. سته. ثلاث مصاحف لزوجات النبي. الله. مصحف حفصة بنت عمر ومصحف عيشة بنت أبي بكر ومصحف أم سلمة. الله. يبقى كده تمانية. تسعة. أربعة تختلف منها أهل المدينة المنورة. إيه مصحف زيد بن ثابت أدي تسعة. عشرة. مصحف عبد الله بن عباس. 11. ايوه خليك صاحي معايا. ايوه. مصحف انس بن مالك. 12. مصحف عبد الله بن الزبير. 13.
بالإضافة إلى ثلاثة أخرى مصحف سالم مولى أبي حذيفة. أها 14. عارفة سالم أبو حذيفة ده؟ لا. مولى أبي حذيفة؟ لا ده أنت عارفها كويس بس هتفتكريه دلوقتي. فكرني يا أبو. صاحب إرضاع الكبير. الله. هو ده. هو ده اللي النبي يعني كان مهتم بيه قوي. الله. وقال لها رضعيه. واو. فهو ده رضع بقى وعمل مصحف. فمصحف مليان من رضاعة الكبير. ده نمرة 13 يبقى ايه بعد كده؟ 14. مصحف عبد الله بن عمرو ابن العاص. ابن العاص. واخيرا 15. مصحف عبيد ابن عمير الليثي. واو كم أبونا. كم مصحف دلوقتي؟ 15. 15 مصحف مختلفين بعضهم عن بعض. وبيقولوا الانجيل محرف. او يقول لك عشان يزروا الرماد في العيون. واو. عشان ما تبصش لنا بقى. دي بالك؟ يا ربي. فهمتي بقى الاصل ايه؟ يا يا يا. طيب ابونا هذه اعداد رهيبه جدا، هل يوجد اكثر من ذلك؟ طبعا. واو تأكيد. في يعني مفاجآت كثيرة؟ أمال أمال. أبو داوود السجستاني في كتابه المصحف أضاف في كتاب المصحف من صفحة 50 إلى 91 الأعداد التالية. إحنا وصلنا لكام؟ 15. يبقى نبتدي كام؟ 16. واو. مصحف عطاء ابن أبي رباح. واو 17. مصحف عكرمة. 18. مصحف مجاهد. 19. مصحف سعيد بن جبير. 20. مصحف الأسود بن يزيد وكان وياه علقمة ابن قيس النخعيين. يا رب يسوع. 21. مصحف محمد بن أبي موسى الشامي. 22. مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي البصري. 23. مصحف صالح بن كيسان. 24. مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي. 25. مصحف سليمان ابن مهران الأعمش. أوه ماي جاد، أول مرة أعرف أبونا. 25 مصحف مختلفين. شفت بقى؟ واو. يقول لكم الإنجيل محرف عشان خاطر ما نقول لهم شيء. واو. أنا قعدت أفكر هم بيقولوا ليه الإنجيل محرف والكتاب محرف ليه؟ في سبب. ليه يعني؟ ايه اللي خلاهم يفكروا كده؟ بس استنيتنا افحص بقى واحفر بقى لحد ما لقيت المصيبه الكبرى اللي عايزين يداروا عليها بقى. يا رب يسوع. طيب قدسك ذكرت لقد ذكرت دائره المعارف الاسلاميه 25 كتابا. فهل ذكرت مراجع اسلاميه اخرى مزيدا من المصاحف الموجوده؟ واو. تمام. بص يا ست. اوكي. في كتاب المصاحف للسجستاني صفحة 5 اتنين اخرين من الصحابة. واو. كان عندهم مصاحف مختلفة. اللي هو بقى نبتدي ستة ايه؟ 26. مصحف ابو زيد. 27. مصحف معاذ بن ابن جبل. اوه ماي جاد. هذا بالاضافة الى 28 المصاحف التي دونت في عهد محمد على محمد مش محمد علي عاد محمد على الرقوق والجلد والعظم مش كان عمله كان محمد بيملي القرآن على الكتبة ويكتبوه بقى على العظم والجلد والحاجات دي. طب أبونا أدي 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 مصحف بس راح فين أنا مش عارف. واو. وما قالوا إيه مش موجود عنه حتى في الآثار أي شيء. غريب. طب في 29؟ يبقى 29 مصحف أبو بكر الصديق الذي جمعه له يزيد بن ثابت. 30. في أول جمع. 30. مصحف عثمان بن عفان اللي هو المصحف الإمام. واحد. اللي حرق الدنيا كلها وخلاه. 31. مصحف الحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق. فيكون مجموع المصاحف المختلفة بعضها عن بعض 31 مصحف بالتمام. واو. والكمال. دي حقيقة صادمة. 31 مصحف مختلف ومتناقض مع بعض. اوه ماي جاد. لدرجة انهم كانوا هيقتتلوا وتبقى حرب اهلية بين المسلمين. واو. فعثمان بن عفان عقلها وتوكل. فقال لك هاتوا لي المصاحف دي كلها
جابوها له، جه مولع فيها نار. مولع فيها، واو. طيب أبونا السؤال، أين ذهبت كل هذه المصاحف؟ نسمع ما تقول الموسوعة العربية الميسرة، نشر دار القلم المصرية، في صفحة 1187 يقول: قام عثمان بن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه، مصحف الإمام اللي جمعه له يزيد ثابت ابن يزيد. ماشي ماشي. هل يعلم المسلمون ذلك؟ ألا يشكك هذا في مصداقية القرآن؟ أكيد. كيف يبني المسلم إيمانه على غير يقينية مصادره؟ وبالأخص المرجع الرئيسي للدين وهو المصحف القرآن. لخبطة. هذه كلها تساؤلات تفرض نفسها على عقولنا. لذلك أرجو من علماء الأزهر إيضاح الحقائق بطريقة منطقية معقولة. بس أنا لي بقى رسالة إلى مين؟ الأحباء المسلمين، أقول الباحث عن الحق. يا. الباحث عن الحق. الباحثين عن الحق، أحبائي، يا من أحترمهم جدا لأنهم يفكرون بعقول وهبها لهم الله. ارجع اسمع هذه الحلقة ولما تخش الموقع بتاعنا هتلاقيها مكتوبة وورد. اعمل لها طباعة واقعد اقراها كلمة كلمة وسطر سطر. وارجع للمراجع اللي احنا ذكرناها عشان تتأكد بنفسك. وما تعيش كده في الباي باي. لحد امتى؟ ده مصيرك الابدي بقى. صحيح. مصيرك الابدي. يبقى ابحث، اقرا وابحث. وحاجه تانية مهمه قوي، وهي انك ترفع قلبك لربنا تقول له: يا رب عرفني الحقيقه فين، ارشدني يا رب، انا تايه، انا في وحل، خلصني وعرفني الحق اين هو لاتبعه لكي أخلص. ونصلي لك وبنصلي لك وبنحبك، والمسيح نفسه بيحبك وحيعلن لك الحقيقة لو طلبته. أمين أمين أمين. شكرا لك. شكرا لك أبونا. أنا ذهلت اليوم بصراحة. أنا بشكر ربي كل ثانية، مش كل يوم، كل ثانية، أنه فتح عيني وخلاني أن أكون من أولاده، ونشني من الوهم الإسلامي. هذا وهم، هذا وهم. بس أحب أوجه رسالة إلى أخواني المسلمين، من فضلكم فكروا فكروا، شوفوا هذه، أنتوا وين عايشين؟ بيا وحل، هذا اسمه وحل. بس تحتاجون إلى شجاعة، إلى شجاعة، كسروا حاجز الخوف من محمد ومن الإله الجبار. الرب وإلهنا هو إله حنون وطيب، مو إله قاتل وجبار ومنتقم. فلا تخافون، بس خلي تكون عندكم شجاعة واقرأوا وافهموا الكتب، افهموا الكتب، اقرأوا وشوفوا شنو التفاسير. 31 قرآن، هذه كارثة، هذه كارثة أبونا. نشكر ربنا، نشكر رب أنه خلاني أن أعبر، أن نشني من وحل الإسلام. أشكر رب كل ثانية. مبروك. أشكرك أبونا. الفضل يعود إليك. مبروك عليك. الفضل يعود إليك. أنا ممنونة إليك أبونا. الله يبارك حياتك. أنا ممنونة إليك صراحة. مدينين لربنا. طيب أبونا نشكرك على هذه الإيضاحات. ممكن بعد إذنك نأخذ مداخلات؟ ده يسعدنا جدا. والنهاردة يوم إيه؟ يوم الجمعة. يبقى إذا الأولوية لمين؟ للعابرين. العابرين. يقولوا لنا اختباراتهم، وإن كانوا قالوا لنا اختباراتهم قبل كده يوجهوا رسائل لأحبائهم المسلمين الباحثين عن الحق.
أولوية مطلقة. نعم. وبعد كده للي عايزين يعبروا بس عندهم تساؤلات عايز يفهم، وبرضو ما بنقفلش الباب على المعترضين. يعترض زي ما هم عايزين، بس في حدود حاجتين. موضوع الحلقة، المصاحف المختلفة، والحاجة التانية أدب الحوار. ويسعدنا قوي ان احنا نسمع لكم. شكرا. معنا اتصال من محمد، تفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء النور. يا مساء النور، يا اهلا بيك. اخبار وصفك ايه؟ اشكر الله حبيبي. طبعا عنوان الحلقه النهارده عن المصاحف او عن المصاحف او كما تدعون المصاحف المحرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القران على 7 أحرف. فاختلاف القراءات كقراءة ابن الأسود وابن مسعود وقراءة حفص، ولكن القرآن معنى واحد وكتاب واحد، ولا يوجد اختلاف ما بين قرآن هنا أو القرآن في أي مكان. أما إن جئنا إلى الفقهاء، هذا الطبيب الذي قال: لما رأيت كثيرون قاموا بتأليف قصة فقمت أنا الآخر، بيكتب رسالة، بيكتب رسالة لواحد صديقه وبيشرح له اللي حصل ليسوع المسيح عليه السلام في هذه الرسالة، فهي ليست وحيا. أما كتابنا وقرآننا، نحن متأكدون إنه جاءنا كما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإياكم أن تضللوا الأمة الإسلامية، انظروا إلى عيوبكم ولا تنظروا إلى قرآننا، فقرآننا بلا عيوب. ونؤمن بإله واحد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن القرآن حق، والسلام على من اتبع الهدى. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، أهلا بيك، وكلامك من وجهة نظرك منطقي بس منطق مغلوط. وفي نفس الوقت يعني حاولت أنك تمسك نفسك في أدب الحوار، ما عدا السلام على بتوع الهدى، بس بتحرم نفسك أنت بقى. لأنك أنت بتطلع نفسك من الهدى. طيب بص يا سيدي، بتقول القرآن نزل على 7 أحرف، وده هي القراءات واختلاف القراءات. أول خطأ فادح، أو الخطأ فادح يا أستاذ محمد، ادرس عندك يا عم، ادخل على عمك جوجل. عمك جوجل راجل طيب قوي، قاعد مستني اي واحد يسأله. اكتب كده الأحرف السبعة واعمل بحث، وبعدين اكتب القراءات، قراءات القرآن المختلفة، واعمل بحث. القراءات شيء والأحرف السبعة شيء آخر، لمعلوماتك. فالأحرف السبعة دي 7 لغات مختلفة بحسب قبائل مكة، لهجات القبائل. فكان بيكلمهم ان جبريل نزل له باللهجات المختلفة لكل واحد كتاب. طبعا في اختلافات ديت اللي لقاها عثمان بن عفان وحرقها، حرق 6 عشان ما يفضلش غير كتاب. أي بس دولت حسب عقيدتكم وإيمانكم دول موحى بهم من الله. يا صحيح. أنزل القرآن على 7 أحرف. طب لما أنزل بقى، يبقى أنت بتحرق كتب منزلة. سؤال منطقي. ينفع. أما القراءات حفص وورش وإلى آخره، مختلف. ده قراءات، هي لغة واحدة عربية بس مختلفة في القراءة. وبالرغم من هذا هجيب لك أن في هذه القراءات اختلافات بينها فظيعة. حتى العربية بتاعتها، هنا في حفص
كلمات ألفاظ مختلفة عن ورش وألفاظ مختلفة عن قالون، كلها دي قراءات مختلفة. واحنا يمكن يكون سمعنا دلوقتي أحد الأساتذة بتوع الجامعة، جامعة الأزهر، المتخصص في القراءات المختلفة، كان كلمني ويقدر يعني أطلب منه أنه يطلبنا ويخش يوضح للأخ محمد وأمثاله الفرق بين القراءات المختلفة وبين الأحرف السبعة. أرجو هذا أي متخصص برضو يجي يقول عشان شهادة على لسانهم. أما الحاجة التانية يا عزيزي الفاضل، بتقول إن لوقا قال إن التغرى البعض إنهم يألفوا قصة وأنا بكتب. يؤلف يكتب قصة، موضوع الكتاب عندنا يقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. اختلاف الوحي عندنا وعندكم ان احنا عندنا بيتكلموا هم بس المعنى موحى به من الله، لكن المصيبة السوداء اللي عندكم اللي ورطتكم ورطت محمد من اول الوحي لاخره، انه بيقول ان الوحي موحى به لفظا ومعنى. لفظ ده الالفاظ مختلفة تماما اللي خلت عثمان بن عفان يحرق. فاحنا مختلفين في فكرة الوحي، عندناش مشكلة، لكن انت بتقول لي بقى ايه؟ ان القرآن، اما قرآننا فلا يأتيه الباطل، صحيح؟ انت متأكد من الكلام ده يا اخ محمد؟ طب اشرح لي بقى، اشرح لي بقى. ها ايه بقى سورة الجن اللي في القرآن؟ لو سمحت يعني قول لي سورة الجن جت منين ومن جابها؟ وقال الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. إيه قال الجن؟ هو قال الله ولا قال الجن؟ محمد، أستاذ محمد، يا ريتكم تفكروا تفكير سليم. شكرا لك على كل حال يا حبيبي. معنا اتصال من فاطمة، تفضلي حضرتك على الهواء. الو. الو، يا مرحب. سلام سلام ونعمة المساء عليكم. يا مرحبتين يا فاطمة. سلام ونعمة. أبونا. أيوة. ربنا يخليك إن شاء الله. الله يبارك فيك. المجهودات اللي بتعملها. إيه؟ المجهودات. أشكرك. إيه؟ طول أشكرك على المجهودات. تعلمنا. تعيش يا فاطمة. صحتك إن شاء الله. الله يباركك يا فاطمة. المجهودات كبيرة. إيه؟ ترشدنا للطريق للحق والحياة إن شاء الله. الله يبارك فيك ويمتعك بكل نعمة. أنا فرحانين بعبورك إلى المسيح وتركك لهذا الظلام. الحمد لله. أمين. الحمد لله. ظلمات إلى النور. من ظلمات إلى النور بفضلك يا أبونا. بفضل مجهوداتك. الله يباركك يا فاطمة. الله يباركك ويزيدك من كل نعمة. ربنا يخليك إن شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك يا فاطمة. ربنا يخليك ويطول في عمرك إن شاء الله. أنت لا أكثر شكرا وطلبنا. لمجد ربنا أمين ولخلاص النفوس. شكرا يا فاطمة. معنا اتصال من ابن الرب، تفضل حضرتك على الهواء. أيوه تفضل. تفضل. ألو. يا مرحب. ألو. تفضل حضرتك على الهواء. ماشي ماشي فندم. الو. ايوه الو. مساء الخير قدس ابونا. يا مرحبتين حبيبي، اهلا بيك. انا لو تفتكرني، انا ابن الرب، لو تفتكرني كنت في السعوديه من حوالي 3 سنين، وكان معنا لو تفتكر قدسك واحده كانت سعوديه وعبرت،
اخوها ولع فيها تفتكرها؟ فاطمه ايام المطيري. فاطمه المطيعي. المطيري نعم هي. انا عابر. مرحب بيك حبيبي، اهلا بيك. ما انا بقول لقرشك من ايام زمان، من ايام انا اسماعيل اللي كانت بتقدم برنامج معاكم، كانت لسه في الاول. ايوه في البلتوك ولا في الهوا؟ تلفزيون. أيوة بتطلع في الهوا. ايوه مرحب بيك يا حبيبي، مرحب بيك. نشكر ربنا من اجل عبورك. انا من اول ما نزلت اتعمدت قرشك انجيلي. واتعمدت ارثوذكس كمان. بس عندي مشكله قدس ابونا. ايه؟ ان انا ما بعرفش اروح اصلي في اي مكان، لان انت عارف وانا داخل يقولوا لي البطاقه البطاقه البطاقه. طبعا. فمش عارف تصريف قدسك ايه معايا. شوف يا عزيزي، طبعا الامور في الاسلام خايف على نفسه، والدول الاسلاميه خايفه على الاسلام لا يقع. فبتعمل طبعا المشاكل دي كلها، ما فيش حريه لسه للعقيده. لكن ممكن تفتح قنوات الفضائيه وتشوف القداسات وترفع قلبك للمسيح وياهم وتتمتع. اما عن التناول فممكن في طرق الكنائس البيتيه، الاندر جراند تشيرشز، ربنا يرشدك ويسهل، وربنا يزيح الغمه عن البلاد الاسلاميه ويطلق حريه العباده. شكرا جزيلا يا ابن الرب. معنا اتصال من عابره، تفضلي حضرتك على الهواء. الو السلام عليكم. سلام المسيح. سلام ونعمه، اهلا بيك. ازيك يا عابره؟ ازيك يا ابونا؟ يا مرحبتين، اهلا بيكي. ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. تعيش يا بنتي. ابونا قبل يومين صارت عندنا زلزال هنا بالعراق. طلعوا كلهم يسوون اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قلت بقلبي ايه حتى يخلي يغضبها الله في الدورة بعد يغضبها علينا. ترجمي بقى. بعد ما حدث الزلزال فخرجوا في الشوارع بيقولوا اللهم صل على محمد. فهي بتقول خلي ربنا يغضب علينا اكتر. لا ربنا طيب. ابونا بالجامع اليوم سمعت واحد هذا الشيخ مال الجامع يصيح وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي لكي ينكحها، ويسمعون كل العالم بالشارع تسمع، ولا كأنه غشاوة عمى على عيونهم يشون ولا دايرين باطل. صحيح. صحيح صحيح، الشيطان أغلق على عيونهم. تمام. بس ابونا انا احس من عندهم، احس روحي غريبه من عندهم عبالك. تمام. وانا باوع على وجوههم اباوع على وجوههم واحد واحد على ذول اللي يمشون ولا دايرين بال للكلمه ويمشون عادي بيها وكانه فشي عادي عندهم. تمام. مساله عاديه. ما دي المشكله. دي المشكله. وانا الحمد لله والشكر احمد الله وشكره اللي هداني للمسيحيه. نشكر ربنا. نشكر رب. مبروك مبروك عليك يا عابره، مبروك. الحمد لله. ابونا كان عندي كابه. ليه؟ كان عندي كابه طول عمري انا صغيره. قبل ما تعرف المسيح. قبل ما اعرف المسيح الكابه راحت مني الحمد مبارك لله. اسم الله، مبارك اسم الله. فرحة الإيمان. صار لي ثلاثة أشهر صار لي أبونا الحمد لله كل زينة. أبونا أنا كان عندي ولد صديقي دكتور مسيحي. كنت أبحث، كنت ما مؤمنة بهذا الدين الإسلام، بس شو أقول خاف الشيطان راكبني، خافاني غلطانة. يعني قلت له هاي الإشارة اللي سووها على القصة والإيد والهاي شنو هاي معناه؟ قال لي هاي اسم الأب والروح والقدس. قلت له يعني هو قابل الله يخلص؟
ال... كان يقول لا هاي مو يجي الصليب يعني عقلي مثل عقل الصليب. كان عقلي مثل عقل المسلمين أبونا لو ما أنت تنورنا شنو الابن وشنو روح القدس وشنو اللاهوت يلا عرفنا ربنا المسيح شنو هو يعني. حاضر ربي باركك. حاضر ربنا يخليك ويعطيك الصحة تعيش. والعمر الطويل بجاه رب العالمين. الله يباركك يا عبي رح أشرح لك إن شاء الله بس اسمعيني من التلفزيون عشان ما تدفعيش فلوس. بص يا بنتي الله موجود صح؟ الله موجود والله حي وفي الإسلام يقول إيه؟ الله حي الله حي الله حي الله حي يعني ليه حياة والله عاقل عاقل عنده عقل وإلا خلق الدنيا إزاي دي عاقلة والعقل ده بيتكلم الكلمة تعبر عن العقل إذن الله وروحه وكلمته هو ده اللي بنقول عليه الآب والابن والروح القدس ودولت موجودين في آية قرآنية بالتحديد سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يبقى الله وكلمته وروح منه عادي زي أنا موجود وعندي عقل وعندي روح فالله كائن موجود عنده قلب محب وعقل مفكر وروح حي بنقول على الآب اللي هو الكيان الكائن ده القلب المحب بنقول عليه الآب ليه؟ لأنه بيمثل قلب أبوة المحبة الله أب محب أب للخليقة كلها محب عشان كده بنقول إن هو الأب المحب الكلمة بنقول إن هو ابن الله إزاي ابن؟ يعني لم ينطق ببنت شفة يبقى الكلمة طالعة من الشفايف فبتبقى بنتها وبنات الأفكار يبقى المسيح كلمة الله فهو ابن الله من ناحية انه خارج من عند الله كلمة الله عقل الله مش معناها ابن يعني اتجوز وخلفه لا والروح أبسط حاجة الله حي وله روح روح الله ده الثالوث بتاعنا يا عابرة وربنا يباركك شرفتينا معنا اتصال من ابن الرب تفضل حضرتك على الهواء سلام يا ابويا يا مرحبتين اهلا بيك اتفضل يديك مشتاق عليك وبكلمك كل اسبوع ده انا اخد بركه حبيبي باخد بركه عامل ايه يا ابويا انا كويس بخير الحمد لله انا من عابرين انا واسرتي ولادي ومراتي الله الله كم على بعض؟ يعني أربعة المدام والولد والولدين والبنت ولدين وبنت ثلاثة والمدام أربعة وأنت خمسة خمسة الله الله بركة كبيرة ألف مبروك عليكم كلكم الله يخليك أهلا حب المسيح دي حب التضحية والفناء طبعا وصدقني يا أبويا إن أنا حسيت بحرارة حب المسيح أيوه وأنا متجه في قلبي وروحي يعني حب بعد كده ما فيش مشكور ولو هم الجماعه المسلمين يفهموا حب المسيح يعني لو يجروا كده وربنا يحوش عنهم الغشاوه دي يا رب يا رب اولا المسيحيه دي رفعه صحيح يا ابويا المغزى يعني مغزى ادي محمد بيقول ايه؟ علم المسلمين ان رفعه الاسلام هي في الاذلال يعني قال لهم كده عشان نرفع الاسلام يبقى في اذلال وقال لهم امرت ان اقاتل الناس امرت شوف المسيح بيقول ايه بقى؟ علم ان الرفعه في الاخضاع وخدمه الاخرين صحيح وقال بولس الرسول اطعم عدوك صحيح مش تلك جمال زي كده جمال 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 يا ابويا احب اعدائكم واللي بيقولوا بيحرفوا الانجيل ومش عارف طب في الايه بيقول ايه؟ يزول السماء ولا يزول حرف من كلامي تمام تمام يا با تمام يعني ده جمال ده وصدقني يا ابويا انا من بعد ما تعمدنا
بحس بعد ما بتوصل في نص الليل كده بحس بشم بخور والبيت كله بجمالين بخور جميل بركة كبيرة. زي ما بخش بتناول في الكنيسة بشم ريحة البخور في بيتي. بركة كبيرة بركة كبيرة ربنا يباركك. الحمد لله يعني وجد ما هم بيحاربونا وبيعملونا يعني صدقني يا ابويا انا مرة مؤاخذة في المنام كده حلمت وانا بدعي عليهم يقول يا مسيح هناك من ظلمني وهناك من قهرني هناك من جعلني اتألم يا رب يا يسوع اجعل لهم نصيبا مما شعرت يا رب. فقال فجأت يا ابويا وصدقني على الكلام دوت فجسد المسيح بيقول قال ابعد عني يا جميع فاعلي الاسم لان الرب قد سمع صوتي بكاء الرب سمع تضرعي الرب لصلاتي. أيوة. فجمال المسيحية يا أبويا جمال لو يشعروا بيها يعني لو يشعروا بيها حتى المسيحيين بيحافظوا على دينهم تمام. يعني حب بعد كده ما فيش نشكر ربنا. والإسلام الإسلام, 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 الإسلام حكمه إيه؟ ما حكمه خوف وحفظ وكراهية. تمام تمام هذا الإسلام وابني عليه إيه مشكلة الإسلام وإحنا قلناها كذا القرآن القرآن ده نتاج بشري ليس ما عند الله صح تمام هم يفضل لو يفهموا الكلام دوت ليه بدليل يا ابويا مؤاخذه معلش انا بتطول على خوفي لا ده انا باخد بركه الله يخليك يا ابويا يعني في القران بيقول لي في المغالطات بتاعتهم برج بابل اللي ذكره في القران بتاع هارون وفرعون برج بابل ده يا ابويا ده مؤاخذه القران بيقول لك كان في العراق وان ده كان في القاهره وهماد ده قال ده من ايران وليس من القاهره كل دي غلطات من القران تعال يا ابويا تاني مؤاخذة في القدس في الجامع الاقصى. الجامع الاقصى ده اتبنى امتى؟ لما النبي محمد قال لك انا زرت الاقصى ده. الاقصى ده اتبنى قبل 400 سنة. صح. لسه مفيش حاجة ظهرت ولا حاجة اتبنت. تمام. كل هذه مغالطات يا ابويا صح لو فهموها يا ريت الجماعة دول المسلمين ده وربنا يحوش عليهم الغشاوة ده. يا رب يا رب. لا لا لا. يا ابويا يا ابويا. امين امين امين. ربنا يباركك. يا رب. ربنا يباركك يا حبيبي ويستخدمك لمجده وسلامي لأفراد الأسرة جميعا المباركة شرفتنا ونورت تصور شوفوا يا جماعة شوفوا ربنا بيعمل ايه وبيخلي ايه وبيطور ازاي يا ريت ما تحرموش نفسكم من البركة امين امين معنا اتصال من شعبان تفضل حضرتك على الهواء ممكن توطي التلفزيون اخ شعبان؟ معايا مقارنة الو الو تفضل يا مرحبا يا شعبان خلصت الكلام ازيك يا ابويا العزيز اخبارك ايه؟ اهلا بيك انت مش لما تطلبنا تخلي ودنك على السماعة شعبان معلش يا ابويا انا متألف جدا ليك اهلا بيك انا كنت عايز بس عندك كلمتين كده واقفين في الزور عاوز اصلحهم مش عاوز اخد من وقتك كتير بس اتفضل حبيبي عاوز اقول لجماعة المسلمين ان الاسلام قرن المرأة الاسلام قرن المرأة خلاص التالية يا ابويا خلاص التالية اتفضل ما انت مسلم سابق انت مسلم عابر اتفضل قول لنا اخ نقول نقطع يعني الواحد يتمتع بمعجزة بيها مع احترام ليك والأخت اللي جنبك دي نقطة نقطع الواحد يتمتع بيها زي يتمتع وبعد كده يبيعها فلوس يبيعها فلوس وكلها عند أمك. وما بيقول يعني حل الدراجة أربع زوجات ويطلق ويتجوز براحته والمرأة محمد قال عليها طب في صور الشيطان لكل إخواتي المسلمين المرأة قال على النبي قال عليك المرأة ضد الفصول الشيطان وضد الفصول الشيطان. استعيذ من الشيطان. تمام. هذا محمد الذي كرم المرأة، أنا يعني كنت أتكلم مع الشيخ أزهر في المشوار دوت. لأن محمد كرم المرأة، فلما قلت له كرم المرأة ما عرفش يرد. قطع العلاقة معاه وخد بعضهم ومشى. ما هيعملوا إيه؟ ما فيش غير كده يا شعبان شكرا جزيلا يا شعبان ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة يا ابني معنا اتصال ناصر جعفر تفضل حضرتك على الهواء اخ جعفر مساء النور مساء النور انت جعفر غير بتاعنا جعفر بتاعنا يا طبعا النهارده
حضرتك بتتكلم عن تحريف القرآن أو اختلاف القرآن أو كما قلت، فشهادتك للقرآن، شهادة حضرتك يا شهادة القمص للقرآن لا تعنينا في شيء، لأنك أصلا لا تؤمن بالقرآن. أنت لا تؤمن بالقرآن وشهادتك للقرآن لا تعنينا في شيء. نحن نعلم بأن قرآننا كما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلينا دون تحريف، ولا يوجد فرق ما بين قرآن مصر وقرآن تركيا وقرآن أو فالقرآن قرآن واحد. أما إن جئنا إلى أناجيلكم الأربعة، فإن قبلت إنجيل متى ومرقس ولوقا لا تقبل إنجيل يوحنا، اختلاف رهيب ما بينهم، شتان ثم شتان ما بين القرآن وما بين أناجيلكم. فنحن نريد منكم كلمة حق، كلمة حق واحدة، كلمة حق. نحن نخاف عليكم، نحن نخاف عليكم من نار جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مسكين مساكين مغيبين. yeah. مساكين. شوف يا عزيزي، بتقول ان شهادتي لا تعتز بيها ولا تعنيكم في شيء. حدش أعمل لكم حاجة أو أنا بأمركم بأي شيء أو أنا بجبركم على شيء؟ هو أنا جايب سيف واللي ما يقبلش كلامي أقطع رقبته؟ لا، احنا بنتكلم للي عايز يفهم، لكن المصر على رأيه حر، ده اختياره، بس احنا قلنا له الواقع والحقيقة وشهدنا شهادة الحق. دي نمرة واحد. اتنين، الاناجيل مختلفة، التلاتة مختلفين عن يوحنا. لا، الاربعة مختلفين عن بعض، بس مش في الكلام ولا المعنى. الاربعة مختلفين عن بعض من الزاوية اللي بيتكلموا بيها، لان ده بيبشر لشعب عن المسيح المخلص من زاوية معينة، وده زاوية تانية، وده زاوية تالتة، وده زاوية رابعة. فاحنا بنجمع الزوايا كلها، فبيحصل تجسيد لشخصية المسيح. لا، انت مش فاهم ابدا. تعودين انت عايز كلمة حق مننا، ما احنا بنقول كلمة الحق. احنا حد بيضربنا علشان خاطر ما نقولش كلمة الحق؟ كلمة الحق مؤيدة بالدليل والبرهان والمراجع والتوثيق والكتب والبيان من عندكم، من كتبكم عادي، لكن ما بنتكلمش حاجة من عندنا. أما قولك أنتوا بتخافوا علينا من نار جهنم، بشكرك لمشاعرك الطيبة، بشكرك حبيبي. صللنا بقى زي احنا ما بنصللكوا كده، لكن ما يبقاش غل وكره وقتل ومقاتلة وسب ولعن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. قاتلوا، لا ما عندناش احنا كده. اقتلوا المشركين حيث ما وجدتموهم، لا ما عندناش احنا كده. اللي بيحب ما بيقتلش. يبقى انت بتقول انت بتحبنا وعايز تقتلني؟ تركب ازاي دي بقى؟ تركب ازاي؟ مع تركب مع واحد مختل العقل. تركب قوي. لكن احنا ما تركبش معنا، لان نشكر الله على العقل اللي ربنا زينا بيه اللي بيقبل بالمنطق كل شيء. امين امين. شكرا. معنا اتصال من سامي التونسي، تفضل حضرتك على الهواء. مرحبا ابونا الحبيب العظيم، ومرحبا باختي العزيزه. انا سامي التونسي. يا مرحبا. اهلا وسهلا. شكرا
شكرا ابونا. انا يعني سمعت بشاريه القران، القران انا عملت حلقه في قناه يوتيوب بشاريه القران، يعني هنالك وتكلمت على مثلا عربيه القبل في البدايه، ما كان ما هي العربيه الان، وما كتب القران بالعربيه بالضبط، وكانت 16 حرف حروف مش مثل الان العربيه، وكذلك يقول انزلناه بعربيه مبينه وكثير ايات، يعني لكن هو فيه كثير لغات، فيها سريانيه، فيها في حبشية، في إغريقية، في فارسية، وكذلك يعني في كثير مثلا الآيات 29 آية هذيك تبدأ بأليف ما ميم الحروف المتقطعة، يعني كهيعص المص، يعني كثير مو مفهوم يعني. فلهذا وهنالك جانب آخر بأنه يعني القرآن يعني صنع بشري. تمام 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 تمام، برافو عليك كسامي، برافو، بشكرك كتير حبيبي. على اتصال من موسى، تفضل حضرتك على الهواء. الو الو، ايوه سلام المسيح قصة ابونا زكريا. يا مرحبتين حبيبي، اهلا بيك. سلام المسيح اختي هدى. سلام المسيح معك. قلت ابونا يعني ازاي حرفوا القران، وازاي يعني الرخبطه القرطبه هذه بالقران. انا القصه اللي حدثت معايا ابونا، مش هنقول لك ان انا باحث او يعني عاصم، او انا اللي حدث معايا واللي حصل معايا في الاسلام يعني يحتاج حلقات يا ابونا. يعني انت عابر يعني؟ نعم يا ابونا، انا موسى العابر. يا مرحبتين يا مرحبتين، مرحب بيك يا ابونا. اهلا ابونا. يعني هنا يعني هنا في مصر هناك يعني اسلمه كثيره، يعني وكل الجهات واصله مع الاسلمه. يعني هل الاسلام عقيده والمسيحيه مش عقيده؟ يعني لما المسلم يختار او يحتنق العقيده المسيحيه ابدع او كافر ويحط فيه 50 صفحه او 1000 صفحه مش كويسه؟ تمام. يعني احنا بنشوف اوضاع هنا في مصر يا ابونا يعني حاجه طبعا لا تطاق، وبالرغم يعني ومن حيث المبدا ومن حيث اسمح لي يا ابونا انا هنوجه رساله الى الشعب المصري. ايوه. وقبل الشعب المصري نوجه رساله للسيد الرئيس، يعني اقول له سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني افيد لكم يعني بعد تحيات القران انا اعتنقت المسيحيه وانا سعيد بها. انا اكتشفت ان يعني ما حدث معي من 7 أو 8 سنوات يكفي، واتحدى اي شيخ يا ابونا، وانا عديت باسمي بالكامل، ولو عايزين البطاقه رقم قومي نحطها على الشاشه قدامه. يا عم بس هتودي نفسك في داهيه، يا عم موسى هتودي نفسك في داهيه يا ابني. لا يا ابونا انا طالما امنت بالمسيح ما هم هيزيدوا جهل. ايوه بس لازم نبقى حكماء شويه يا موسى، ما انا ملهمش كده. انا موجود، انا موجود يا ابونا في اي وقت، انا موجود. لا ربنا يحميك يا ربنا يحميك يا اخ موسى، احنا خوفا عليك لازم ننهي المكالمة دلوقتي عشان خاطر ما حدش يتتبعك، وانت راجل طيب كده وبتقول كل حاجة. صحيح انت عندك استعداد كبير وإيمان عظيم، بس يعني نسلك بحكمة وسط الذئاب والوحوش المفترسة، لا ترموا درركم قدام الخنازير لئلا تدوس بأقدامها وتلتفت فتمزقكم. محتاجين لحكمة يا أخ موسى، وربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك. وطمني عليك اللقاء الجاي إن شاء الله، قول لي أنا لسه حي، ربنا يباركك. برافو برافو. معنا اتصال من محمد، تفضل حضرتك على الهواء. ألو ألو. أيوة. تفضل. إزيك يا أبوني؟ يا مرحبتين حبيبي، أهلا بيك.
الله يبارك فيك، ازيك يا اختي هدى؟ اهلا وسهلا، ربي يباركك. ربنا يبارك حياتكم يا رب، و شكله عابر خليكم على طول كده. صلواتك حبيبي محمد العابر. احنا محتاج، ايوه محمد، محتاجين صلواتك وتسابوني. الله يباركك حبيبي. بصراحه انا عايز مداخله بسيطه بعد اذنك. يعني تفضل. من خلال مش هنقول بحثي، دايما كلمه بحثي دي كبيره عليا، ولكن العرب عموما بيحبوا يعملوا لنفسهم شخصيه. ايوه. فلقوا نجاح الدين المسيحي والدين اليهودي، طبعا نجاح كبير واكثر ديانه الناس متبعاها والكلام ده كله. طب يعملوا ايه؟ طيب نقولوا احنا عايزين نعملوا نبي. اشمعنى الانبياء طلع بني اسرائيل هناك وفي الكلام ده، عايزين نبنى نبي كده تمام، وتاكيدا للكلام ده وتسابونا ان في انبياء كثيرون كذبه. ايوه. يعني السيد المسيح قال سياتي من بعد انبياء كثيرون وكذبه من ثمارهم تعرفونهم. فجي مسيلمه الكذاب وغيره وغيره. المهم ان طبعا هنقول رسول الاسلام طلع عايز ان انا ناجح او عايز ننجح. طبعا في الاول طبعا اترفض تماما ومعروف لحد ما بقى بالسيف، ولحد الان يصابونا فيه ناس بلطجيه بتطبخ في اماكن معينه، ناس بتعمل انها بتحبه خوفا منها. تمام يا صابوني؟ تمام. معايا حضرتك؟ وياك قلبا وقالبا. تمام. طب وليه الانجيل بقى محرف؟ طب عشان هم دلوقتي اتدبسوا، احنا كمسلمين مثلا اتدبسوا ليه؟ الو؟ كلمة وقعت يا محمد، علي صوتك يا محمد شوي. حاضر يا صابوني. المسلمين يا صابوني دلوقتي امنوا بالانجيل والتوراه. اي تمام؟ تمام. عايزين دلوقتي لقوا الانجيل والتوراه، لو الناس المسلمين او غيرهم مشوا وراه هيلاقوا نفسهم فلسوا، هيلاقوا القران فلسوا، هيلاقوا نفسهم فلسوا. طب يعملوا ايه؟ لا هو احنا كنا مؤمنين بيه احنا كمسلمين، بس اتحرف. طب ايه وازاي اتحرف؟ مش مهم ودور براحتك، بس المهم انه اتحرف. ما تصدقش. تمام. هو كده. المخرج عايز كده. الاخ في الاخ محمد بيقول لك السبع قراءات غير هم السبع احرف. طب ما لحد الان السبع قراءات يا استاذ موجودين. السبع قراءات موجودين، طب وين اللي اتحرج؟ يبقى اتحرجوا والفوها من تاني يعني؟ برافو 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 برافو. تمام. تاني حاجة، الأخ جعفر بيقول لك ما حضرتك ما تتكلمش في القرآن علشان تقيس. طب أنا لما ما اتكلمش في القرآن عشان أنا قيس، وأنت بتتكلم يعني أنا ما اتكلمش. طب شفتك ضايع، أنا شايفك ضايع وبنوضح لك الأمور. تقبل اقبل، مش عايز تقبل أنت حر. صح. وبعدين بننور لك من كتابك من كتبك بنقول لك. برافو برافو. تقبل اقبل، عايز تسمعني؟ انت حر. دي حاجه. برافو. الثانية، انا لما لو انا اتسابوني القران بيقول ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه بقى؟ علشان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب اليم. طب هم لما الذين كفروا لا يؤمنون، طب هو انت جاي ليه يا رسول الله؟ انت كده مش هيؤمنوا لان انت جاي ليه؟ صح. السيد المسيح بيقول ايه؟ ما جئت لادعو يعني ابرار بل خطاه للتوبه، لا يحتاج الاطباء الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لكن ده يقول لك لا انت كده هتنظرهم، ما تنظرهمش، هم لم يؤمنوا. تمام. ومن الذي يهدي من اضله الله؟ ليس لهم هاد. بس اللي يضله ربنا يصابونه ويضله من يشاء، بس اللي يضله لا يهديه الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. تمام. انا سعيد بمداخلتي و يا مرحب. سعيد بنحب نسمع صوتك يا مرحب كده. يا مرحب. مرحب بيك يا وتسابوني. وربنا يهدي النفوس يا رب. وهنقولوا ايه؟ هنقولوا لي خراف ليست من هذه الحظيره. تمام. كده انا بنعتبر نفسي منهم، انا
تمام محمد، تمام حبيبي، ألف ألف مبروك يا محمد، وأسعدتنا بمداخلتك وكلماتك في الصميم. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة حبيبي. معنا اتصال من سمير، تفضل حضرتك على الهواء. شكرا، مساء الخير يا وتسابونا. يا مرحبتين حبيبي، أهلا بيك. أنا سمير ابن حضرتك. يا أهلا وسهلا. في المجموعة اللي كنت مع فايز وبنيامين وجورج وملاك لوقا والناس الحلوة دي. مصر الجديدة، أهلا بيك. أيوة بالضبط كده، مصر الجديدة. يا مرحبتين. إزيك يا أستاذ؟ مسير الحي يتلاقى. صحيح صحيح. قد ايه يا ابونا انا فرحان جدا ان نسمع صوت قدسك. وانا كمان سعيد بيك حبيبي. زمان كنت بعاتب ربنا ازاي يا رب تسمح لابونا يمشي من مصر. وبكد بالدموع يا ابونا، وما كنتش فاهم مشيئه ربنا. صحيح صحيح. وكان صوت الله واضح جدا. تمام. انت لا تفهم ما انا صانع الان، ولكن ستفهم فيما بعد. وده احنا فهمنا. بعد 15 سنة من حضرتك لما مشيت من قدسك، لما مشيت من مصر. أيوة. فهمت مشيئة ربنا وانت بتوعظ لمئة مليون مثلا، 150 مليون. نشكر ربنا. نشكر ربنا. واحنا كان شهوة قلبنا نوعظ لخمس تلاف ست تلاف. ده صحيح يا سمير. نشكر الله دلوقتي العالم كله بيسمع قدسك. مبارك اسم الله. خطة الله العجيبة يا سمير. خطته عجيبة. طبعا. طبعا طبعا عجيبة، ومش عجيبة وبس، ده عجيبة وفوق أفكارنا وفوق نياتنا وفوق خيالاتنا. صحيح مزبوط. ربنا يباركك يا ابونا ويحافظ عليك ويديك العافية والصحة. فرحت قلبي. وعايز أقول لقدسك عقبال 100 سنة، كل سنة قدسك طيب. الله يبارك فيك. تحت أمر ربنا. شكرا جزيلا أخ سمير، وربنا يباركك وفرحت قلوبنا. أنا بفرح أوي لما بسمع الأصدقاء والأحباء بتوع زمان، يعني كده العشرة طمرانة فيهم. ربنا يبارككم ويزيدكم من كل نعمة. معنا اتصال من عمر، تفضل حضرتك على الهواء. من؟ عمر. مساء الخير يا أبونا. يا أهلا وسهلا. لما قبل إيديك. يا أهلا بيك حبيبي، أهلا. من العابرين انا وبابا وماما واخواتي. الله 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 يا رب اشكرك. اهلا بيك انت والوالد واخويا واختي وامك كمان واخوك واختك. الحمد لله. بركة كبيرة يا عمر، بركة كبيرة يا عمر. الله 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 الله. الحمد لله، اللي هو يسوع شعرنا بالحب. شعرنا بالحنان بتاعه طبعا. نشكر ربنا. علمنا كده طبعا، علمنا كده وفهمنا الانجيل وفهمنا الفرق بين الانجيل والقران. فهمنا بين الفصل والسرقة. صحيح. يعني كان بيفهمنا وشرح لنا، وكان مش هتتعمد غير ما تفهم الانجيل على حاجه. مبارك اسم الله، ليك المجد يا رب، ليك المجد يا رب. الله يباركك ويبارك الوالد والوالدة وأخوك وأختك ويستخدمكم لمجد اسمه. فرحتونا فرحتونا بعمل ربنا في القلوب. أمين. حب المسيح ده عزة وجلال. حب المسيح، حب يا رب. المس قلوب الآخرين بذات الحب السيد. حب المسيح يبقى ذل وحرمان. الله يعني الله. بابا كان يفهمنا كده، حب المسيح عزة وجلال. الله. حب المسيح ذل وحرمان. الله. ويا ريت يا ابويا بتكلمنا بعد الحلقة، عايزين بنسمع صوتك وبابا بيكلمك. طيب يا عمر حاضر، سلم لي على بابا وماما واخواتك. ربنا معك بعد الحلقة. تتصل بينا يا ابونا، انا سالك بعد الحلقة. انا هتصل بيك بعد الحلقة ان شاء الله. ربنا وياك حبيبي. شكرا جزيلا يا عمر. معنا اتصال من ابو دريس، تفضل حضرتك. على ابو دريس ازيكم؟ سلامي للاخت هدى. اهلا وسهلا. ابوس ايديك الاثنين ابونا. يا مرحبتين حبيبي، اهلا بيك. يبارك في عمرك ويحميك ويحوط عليك انت وكل اللي بيتكلموا عن المسيح. شكرا. واسم المسيح. امين يا رب. امين امين. استاذ محمد، اكلم بقى الراجل اسمه محمد بقى. طبعا
استاذ محمد كلام اللي انت قلته كلاته دهوت مطلوب اثبات. كل الفرصه موجوده قدامك حسب كلام ابونا اللي قاله عديد المرات. هات اثبات وتعالى يا حبيبي. تمام. عايزين نتكلم بقى كلمتين بسرعه كده عشان الناس اللي واقفين على الخطوط. تفضل. المسيح ولا محمد؟ أيوة. المسيح عندك في إيمانك ما جابلوش غلطة واحدة. حتى إن السنة قالت ما من مولود إلا ونقصه الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم. تمام. أما محمد فبيقول أنا بستغفر كل يوم 100 مرة. يعني أنت ليك كل يوم 100 خطية؟ أنا أمشي ورا المسيح ولا أمشي ورا محمد يا ابني؟ لا 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 لا, لا. مش كده مش كده. وافهم بقى المسيح دوت, إحنا بنقول ابن الله وهو كمان بيقول في الكتاب كمان انه ابن الانسان, وقال انه هو ابن الله. ابن الانسان يعني ابن الطبيعة البشرية, ولما يقول ابن الله يعني ابن الطبيعة الالهية, اي من جنس الله. الله لا يتجزأ, وهو الله هو من الله. الله زي احنا مثلا بشبهناها تشبيه مع الفارق الكبير طبعا, الكوباية تحت سطح المحيط, المية مالية الكوباية ومالية كل المياه على سطح الأرض. تمام. فهو ابن الله يعني الخارج من الله, عضوي اتصال, عضويا الاتصال بالله. طيب حضرتك يا أستاذ محمد ثلاثي الكيان, فأنت زي بتكفرنا يعني, أنت ثلاثي الكيان. أي. الله المثلث معناه ذاته واحد, روحه اثنين, كلمته ثلاثة. وانت يا استاذ محمد مثلث كيان له روح وكلمة. الله, وانا هسمي العقل كلمة؟ هسمي العقل كلمة يا ابني. ليه؟ انا وانا قاعد دلوقتي عاوز احل مشكله, فبقول عناصر المشكله كذا كذا كذا, كلام كلمات كلمات, يبقى كلمه. عاوز انزل اعمل مشوار, عاوز اقوم دلوقتي واعمل كذا, عايز اعمل كذا ونروح كذا وننجز كذا, كلمات كلمات كلمات, كلمه. عاوز اقوم اعمل كوبايه شاي, المطلوب اعمل كذا كذا كذا, كلام كلام, فكلمه. اذا انت يا استاذ محمد كيان له روح وكلمة. هو ده الله. الله كيان له روح وله كلمة. مالك يا أخي؟ تمام تمام. ألو, أكمل الحتة الصغيرة دي؟ اتفضل اتفضل. تعيش وبارك في عمرك أستاذ محمد. هل دلوقتي الكتاب بتاعك ذكر لنا حقائق أقدر أثق فيها؟ لا لا لا. ليه؟ لأنه قال لي الشمس تغرب في عين حمئة. كاذب. الشمس ما بتغربش في أي حاجة, ما فيهاش مكان عشان تغرب تخش فيه, لا. وبيقول إن الجنين لحم وكسوناه عظما. كاذب. عظم وكسوناه لحم. عظما وكسوناه لحما. عظما وكسوناه لحما. هذا كلام كاذب, لان الست اللي ما اكتملش الحمل بتاعها ما بتسقطش عظم يا ابني. وكمان الاخ جعفر ذكر لنا ان في القران مكتوب ان من الميه اللي ان اللؤلؤ بيطلع لي من الميه الحلوه, وده كنت بحقائق كاذبه. واذا كان عندك مثلا بيقول لك كده حاجات شيطانيه, في حاجات شيطانيه يا ابني اصدقه ازاي؟ يقول لك ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. يعني في كلام شيطاني. اذا الكلام ده معناه ان هذا الكتاب لا يعول عليه, وان انا ما صدقهوش ومانيش عاوزه. الله, ارفع لي بقى السطور بقى, ارفع لي السلاح بقى يا اخويا. دمتم بخير, ربنا يحميكم جميعا وكل الناطقين عن اسم المسيح. شرفتنا ونورت ابو جريس, ربنا يباركك حبيبي, شكرا جزيلا. معنا اتصال من يوسف, تفضل حضرتك على الهواء. بعد تقبيل الايه دي ابونا شلون الصحه؟ يا مرحبتين حبيبي, اهلا بيك. ام يوسف شلون الصحه؟ يا اهلا وسهلا اخ يوسف, ربي يباركك. ابونا بالنسبه لمحمد والجعفر طلعوا دا يكذبون. اول مره محمد الجعفر اشكركم على حسن اخلاقكم,
سنتين ما دار سبون بس تطلع تكذب عين. هسه راح اعيدك الى كتاب تاريخ اللغات الساميه تاليف اليف ويلفنسون مدرس اللغات الساميه في الجامعات المصريه يسموه ابو ذؤيب. اعيدك الى صفحه 282 السطر الرابع وتنقسم القراءات القرانيه الى ما يلي تقل السبعه. شوف كم قراءه راح اقراك. قراءه نافع بن ابي نعيم، قراءه عبد الله بن كثير، قراءه ابو عمر بن العلاء، قراءه عبد الله بن عامر، قراءه عاصم بن ابي نجود، قراءه حمزه بن حبيب الزيات، قراءه علي الكسائي، قراءه يزيد بن القعقاع، قراءه خلف وهو من تلاميذ حمزه، قراءه يعقوب. وكل قراءه تختلف عن الثانيه ما اقدر اشرح لك كلها، بس دا يقول بصحيفه 181 وللاستاذ الدكتور طه حسين راي جدير بالاهتمام في احرف القران وتواترها عن النبي، يقول ان القراءات السبعه ليست من الوحي في قليل ولا كثير وليس منكرها كافر، انما هي جاءت على من اناس. اثنين، قلت انت جعفر ماكو اختلاف ابد بالقران مال روسيا مال اندونيسيا مال المغرب. هسه اعيدك انا الى قسم منهم، مو كلهم، دا اقول لك قسم منهم. العمران 133 روايه حافظ يقول وسارعوا. العمران 133 نفس الايه بقراءه ورش، سارعوا بدون واو. العمران 157 خيرا مما يجمعون، حافظ العمران 157 خير مما يجمعون وتجمعون. اول مره حفص يجمعون، ورش تجمعون. العمران 161 وما كان من نبي وما كان نبي ان يغل، قراءه ورش وما كان نبي ان يغل. العمران 146 وكاين من بني من نبي قاتل معه، الأمران 146 وكأين من نبيين قتل مع ورش. هاي اختلافات قليلة ما عندهم كلهم. تمام. بالنسبة إلى الإله مالتك الإله ابن الشارع، هذا إله سباب وشتام. هالساعدك شوف ايش قد يسب بالقلم 110 فلا تطع كل حلاف مهين. مهين يعني حقير باللغة العربية، يعني إله مالتك دا يقول الواحد الوليد ابن المغيرة أنت حقير. بالقلم 13 عتل بعد ذلك زنيم، زنيم يعني ابن زنا، هذا الله مالتك دا يقول. بعدين بالاعراف 176 دا يقول فمثله كمثل الكلب، الله خلقني على صورته الشبهي، يقول لي كلب يعني صورة اله مالتك كلب. بعدين بالفرقان 144 هؤلاء الانعام بل هم اضلوا سبيلا، انعام يعني الله مالتك حيوان، ده شبه الناس اللي خلقهم على صورته شبهه بالحيوانات. اتصور كافي هذا، اذا تقدر تجاوبني اطلع جاوبني. اشكرك ابونا. شكرا جزيلا يا يوسف، ابحاث بحث جميل رائع، تعجبني قوي في المراجع يا يوسف، ربنا يباركك. معنا اتصال من مليك، تفضل حضرتك على الهواء. الو مساء الخير ابونا. يا مرحبتين يا مليك، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ابونا اريد منك اولا صلاة لي ولعائلتي. امين. امين. ولاخي اسمه مولود، هو يريد الاتصال بك لكنه لا يتقن كلام العربية. اسمه مولود وعائلته. أبونا أريد منك استفسارا قد قالها لي أحد أصدقائي لما أدخل للكنيسة. أنا عندي إحساس أحس كأن 100 رجل دخل معي إلى الكنيسة لما عند الباب. وهذا صديقي قال لي كلما تدخل إلى الكنيسة أراك هنالك قوة معك تدخل. وشكرا ابونا، اريد استفسار لهذه واسمع الجواب على التلفزيون. وشكرا ابونا. شكرا جزيلا اخي مليك العابر، ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه. هنصلي طبعا ليك وللعيله ولاخوك مولود، اسمه مولود اخوه مولود. حاضر. ودخول الكنيسة والقوة والنعمة والبركة اللي موجودة.
احنا لما بنخش الكنيسه بنخش في حضره الله. نحن لما ندخل الكنيسه بندخل في حضره الله. حضره الله البهيه القويه، قوه حضوره الروح القدس قدره وقوه. وايضا في زمره القديسين وافراد عائله الله طبعا بنخش في قوه كبيره قوي. شكرا جزيلا يا مليك. معنا اتصال من ابو رامي، تفضل حضرتك على الهواء. سلام ونعم ابونا الحبيب. يا مرحبتين حبيبي، اهلا بيك. ابونا الحبيب، الشيخ الباحث غيث التميمي يقول بان الباحث الالماني الدكتور جيرت وين اكتشف بان مصحف صنعاء دليل على تحريف القران الموجود حاليا، ويناشد كافه علماء المسلمين ان يقولوا هل كان جمع القران في زمن محمد وتجميع الآيات كان في زمن محمد؟ الكاتب يقول أنا أقول لا، وأقدم نسخة من القرآن موجودة في سلطنة عمان في مسجد عمر بن العاص، واكتشفت في نهاية القرن الأول الهجري أي بعد وفاة محمد بخمسين سنة. والنسخة التي وجدت في مسقط عمان تتعارض آياتها مع القرآن الموجود الآن، وفيها فوارق كبيرة بينها وبين القرآن الموجود حاليا، وصدروا قرارا في سلطنة عمان بأن يخفوا هذه النسخة لأنها تثبت تحريف القرآن. ويشكك الشيخ الباحث غيث التميمي في القرآن ويقول لو كان هذا القرآن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهناك اختلافا بين قرآن مكة والمدينة، الاختلاف في سور القرآن المكي لا يوجد فيه تشريعات وتتحدث فقط عن الإيمان وتدافع عن نبوة محمد ولا تشريع للنكاح، والقرآن المكي اعتمد على التشريعات المسيحية، وكان القرآن المكي مسيحيا وكان يؤكد على القيم التي جاء بها يسوع المسيح من التسامح والسلام والعفو التي ترتبط بقيم السيد المسيح. وفي القرآن المكي يوجد حديث كثير عن يسوع المسيح والإيمان، وكان فعلا قرآنا مسيحيا في كل شيء من القيم الإلهية. أما القرآن المدني لا يوجد فيه أي شيء من القيم المسيحية، كان يأخذ التشريعات من التوراة والتلموذ، وإنه قرآن يهودي. وكان القرآن المدني يوصف محمد بالقائد والسياسي والذي لا يتبع ويقام عليه أحكام وعقوبات، والمضمون في القرآن المكي يختلف عنه في القرآن المدني، ويوجد فرق بين القرآنين، وهذا يثبت أن القرآن محرف ويحتاج إلى بحث ودراسة. ويقول الشيخ غيث لقد ناقشت علماء سنة في العراق وسوريا ومصر ولبنان، وهم كلهم يعرفون بأن هذا القرآن محرف. وكذلك ناقشت علماء دين شيعي عن إيران والنجف في العراق، وكذلك يعرفون بأنه محرف، وعمر هذا القرآن الموجود حاليا 200 سنة فقط. وأخيرا الشيخ يقول بأن الوحيدين المخدوعين في هذا القرآن هم الناس المسلمين البسطاء الجهلاء. والله يطول عمرك ابونا، وان شاء الله تعيش 3000 سنه. وشكرا. اشكر محبتك ابو رامي وابحاثك وكلامك، ربنا وياك. بس هل ممكن اغير كلمه صغيره في كلامك؟ انت بتقول دليل على تحريف القران وتحريف القران وتحريف القران وتحريف القران. انا ما بحبش استخدم تحريف ديت مع القران. لأن ما كانش في حاجة صح وتحرفت. صح. لكن بسميها تناقضات القرآن، اختلافات القرآن، تعارضات القرآن، خربطة القرآن. ماشي؟ شكرا جزيلا أبو رامي. معنا اتصال من أحمد، تفضل حضرتك على الهواء. ألو. أيوه. تفضل. مساء الخير لحضرتكم. يا مرحبتين، أهلا وسهلا. ليا تعليق مع حضرتك كده ممكن اقوله؟ يسعدني، اهلا. التعليق بالنسبه لنشر العقائد، مفيش عقيده بتنتشر على حساب ان هي تهدم عقيده الغير، يعني مهما الانسان طعن في عقيده غيره فده ما يزكيش عقيدته يعني. حلو خالص. التعليق اللي انا عايز اقوله لك، فانت مهما قلت في الاسلام انت ما بتزكيش المسيحيه، يعني انت حتى لو الاسلام ده شيء مش موجود فده مش تزكيه للمسيحيه ان انت تطعن في الاسلام. حلو خالص. والاسلام انت طبعا راجل دين وتعرف قوه العقيده في الاسلام، وتعرف قوه الاسلام على الارض دلوقتي ايه وضعها، انت من الناس اللي يقدروا يقيسوا الكلام ده طبعا.
فالإسلام أقوى من الطعن اللي ممكن تكون حضرتك بتقعد تقوله. وأنا شايف إن أولى بيك إن أنت تزكي عقيدتك بس ما تطعن في عقائد الغير، لأن الطعن مش هيفيد المسيحية شيء. الطعن إيه اللي هيفيده في المسيحية؟ يعني تقدر إن أنت طعنت في الإسلام وفكرت بشكل يدمر العقيدة الإسلامية دي، أنت ما فتش في حاجة كده، أخد بالك؟ لكن التزكية للعقيدة إن الواحد يقول أنا صح، بدل ما يقعد يقول غيري غلط يقول أنا صح وأنا صح وأنا صح. وده اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو نشر عقيدة التوحيد على كل العقائد اللي كانت موجودة، بنشر العقيدة الإسلامية اللي هي عقيدة التوحيد، إن لا إله إلا الله. تاني حاجة حضرتك دايما ما كنت بعلق لك على الأحادية في الإسلام، أحد العباد وبرضو تلاميذ حضرتك دكتور يوحنا وجعفر بيقولوا إن عباد الله أو أحد الآلهة، لا، الأحادية في الإسلام في الذات الإلهية، إن الله الذات الإلهية غير مركبة وغير مقسمة، خلاف العقيدة المسيحية إن الذات هي لازم على نؤمن بإله واحد الله الأب، ونؤمن بالابن مولود والروح القدس منبثق، يبقى هتبقى يا مجزأة يا مقسمة يا مركبة. الأحادية عكس الكلام اللي حضراتكم ده بعض ايه بتقولوا ده. وليه سؤال تاني في الانجيل عن ستنا مريم، في الانجيل بيقول وجدت حبلة من الروح القدس قبل ان يعرفها، والكلام على يوسف النجار. انا عايز اعرف من حضرتك، هل يوسف النجار اعرفها يعني عشانها تزوجها وتزوجها زواج النساء الطبيعي، ولا ايه شرح الآية بالظبط؟ شكرا جزيلا يا اخي احمد، اشكرك لمداخلتك ومتابعتك لينا، وتكلف نفسك انك انت تتصل وتتكلم بادب وبذوق مراعي حوار ادب الحوار. بشكرك كتير يا اخ احمد، وده وجهه نظرك انت عرضتها بكل جلاء. خليني ارد عليك. واحد، نشر العقائد انك لا تهدم عقيده الغير، وعقبتها في نمره 4، دي نمره 1 يعني اللي انا قلتها. نمرة 4 قلت ان الرسول عمل كده لما جه يعلم الناس التوحيد، لم يطعن في عقائد الغير. بتغلط نفسك يا اخ احمد، انت مش شايف كده انك انت بتغلط نفسك؟ يعني محمد لما جه ينشر التوحيد ما قالش كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله، وكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وكفر 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 وكفر، ما طعنش في عقيدة الاخرين؟ ولا ما انتش فاهم معنى الطعن ايه؟ ما واحدة من اثنين، يا اما انك ما انتش فاهم معنى الطعن فبتقول ما فيش، يا اما فاهم معنى الطعن بس مش واخد بالك فاحنا بنخليك تاخد بالك. وبعدين بتقول انه لا تهدم عقيدة الاخرين، ده انت بتقتل الاخرين يا راجل. محمد بتاعك قتل الاخرين. اقتلوا المشركين، هم دول ناس ما لهمش عقيدة خالص، بتقتلوه. طيب، واهل الكتاب قاتلوهم، لو لازم الامر تقتلوهم اقتلوهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب. بتقول لي ايه يا احمد؟ ما الديانة التي تطعن في الاخرين ما هياش تبقى صح، يعني مش كده برضه؟ فالإسلام مش صح. طيب، بتقول ان انا اعرف قوة الاسلام على الارض. طبعا طبعا، مين في الدنيا ما يعرفش قوة الاسلام؟ قوة السيف. اتيتكم بالسيف، اتيتكم بالذبح، ولا امرت ان اقاتل الناس؟ في قوة بعد كده يا ابني؟ قوة الارهاب، ارهبوهم. ارهبوهم، سورة غنائم 60، الأنفال 60، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنت بتتكلم إزاي؟ صح طبعا، أنت عارف. وبعدين بتقول لي ما تطعنش في عقيدة الآخرين، مش هتستفاد حاجة. يا ابني أنا مش بطعن يا ابني، أنت مش واخد بالك.
أنا مش بطعن. اللي بيطعن ده يعني واحد بيتهم الآخرين بما ليس فيه فبيطعنه طعن. لا، لكن احنا بنكشف الإسلام بس، احنا بنوضحه. مش انتوا عايزين حد يوضح الإسلام؟ احنا بنوضحه لا أكثر ولا أقل. ليه بتزعلوا لما احنا نوضح الإسلام؟ ليه بتزعلوا؟ عشان بنوضح الإسلام حقيقة. بكلام سليم مش بلف ودوران. نحن لا نطعن ولكننا نكشف حقيقة الإسلام اللي بتطعن في نفسها لوحدها. طيب وبعدين، الذات الإلهية غير مركبة وغير مقسمة. حلو خالص، ماشي. وبتقول ان الاسلام بيوحد وده معناه مونوفيزي. والاله الاسلام فيه استحالة لوجوده. اله الاسلام فيه استحالة لوجوده، اصلا ما يبقاش موجود. ازاي؟ طيب اله الاسلام ده حي ولا ميت؟ حي ولا ميت؟ ما ترد يا عمو، انا عارف انك مش معايا لكن انا بستنطقك يعني. اله الاسلام حي ولا ميت؟ حي يعني ليه روح ولا ملوش روح؟ لا ملوش روح. لا اله الاسلام مش حي ملوش روح، ده ميت خلاص يروح في داهيه بقى انتهينا. ماشي، اله الاسلام ده عاقل وبيتكلم ولا مش عندوش عقل ولا بيتكلم؟ لو مش عاقل بيتكلم يروح في 60 داهية بقى، لكن لو عاقل بيتكلم طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. الله حي، الله حي عاقل، ده مش تقسيم، لا تقسيم ولا تركيب، لا ده الواقع. انت كائن حي بتتعاقل تتكلم، لا تقسيم ولا تركيب، ده محاولة فهم الواقع. خسارة، خسارة محمد محا، أكبر ميزة في عقل الإنسان وهي التفكير. طيب سؤالك عن العذراء مريم، وجدت حبلى قبل أن يجتمع، صح؟ ده توصيف عن حالة، لكن هل ده يفيد إن هم اجتمع بعد كده؟ من قال؟ بدليل في الكتاب المقدس يقول لم تلد ميكال، واحدة اسمها ميكال يعني بنت الملك شاول، لم تلد ميكال حتى ماتت. يبقى ده معناه ان بعد ما ماتت ولدت. لغة الكتاب المقدس لغة محتاجة الى فهم ومقارنة. تفهم الشيء بالشيء، قارنين الروحيات بالروحيات. يعني ربنا يديكوا فهم ومعرفة ان شاء الله، ان شاء الله. أنا مش يائس أبدا إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. معنا اتصال من وحيد، تفضل حضرتك على الهواء. سلام الرب يسوع ونعمته وبركته تكون معك أبونا زكريا. آه مرحبتين أخ وحيد العابر منذ القديم، أهلا بك. أشكرك الرب، أشكرك ومعك أيضا أختي هدى. ومعك أيضا أخ وحيد. بعد تقبيل الايادي ابونا حابب مرحب الى لاحبائنا المسلمين محمد وجعفر واحمد كلمه اذا امكن. تفضل حبيبي تفضل. يا احبائي انا اسمي وحيد الدجاني علشان تتاكدوا. انا كل ما اطلع راح اضلني احكي اسمي بالكامل علشان ما تقولوش انه الاذاعه بتفعلنا علشان نكذب عليكم. ايوه انا اسمي وحيد، انا اسمي وحيد الدجاني، فلسطيني كنعاني من مدينه اورشليم. تمام. صار لي عابر 34 سنة طولة عمر، ربنا يباركك. تقريبا تسلم يا أبونا. فيا أحبائي حابب أقولكم كلمتين بس، وإن شاء الله يكونوا مخاخكم مفتوحة وتفهموني إيش بدي أحكي. يا رب. كنيستنا إحنا يا أحبائي كنيسة قديسين صانعين معجزات وعجائب ومبشرين بالسلام والمحبة والطهارة، لأنه إنجيلنا المقدس هيك بيعلمنا.
هذا هو تعليم إنجيلنا المقدس. تمام. من وقت ما أجى المسيح لحديث اليوم كنايسنا كنايس قديسين صانعين عجائب ومعجزات. أمين. أما قولوا لي إيش أنتوا جوامعكم؟ جوامعكم هي أئمة شريرين، مضلين، ماكرين، صانعين سحر، صانعين إرهابيين، صانعين أشرار، صانعين دعارة، رجاسة. ليش؟ لأنه هيك قرآنكم بعلمكم، هيك تعاليم القرآن الشيطاني. أما بالنسبة لمسألة التوحيد يا أحبائي، مزبوط أجا محمد يوحدكم، بس وحدكم مع الشياطين، خلاكم تعدوا نفس القرآن زي ما قالكم أبونا زكريا سورة الجن. فأنتوا والشيط محمد وشيطانه وحدكم مع ملائكة الشيطان اللي هم الجن وبتعبدوا نفس القرآن أنتوا والجن. ففكروا فيها. علشان هيك يا أختي العابرة من العراق، عشان هيك يا خيتي كانوا بيسمعوا الآية اللي قلت عنها بسورة الأحزاب، بس للأسف رجال ما في عندهم كرامة، لأنه لو في رجال عنده كرامة كان بروح على المأدنة وبقول له لهذا اسكت عيب عليك تحكي الرجاسة والنجاسة هاي للعالم كلها تسمع. تمام. وهذا هو يا أبونا، وبصلي لرب المجد أنه يعطيك الصحة والقوة اللي تكفي هالمناهج على خير وسلامة بإذن الرب. شرفت ونورت يا أخ وحيد، وبنسعد بيك ونتبارك. عميد العابرين. أهلا بيك. 34 سنة. عمرة ربنا يباركك. شرفتنا وحيد. معنا اتصال عادل، تفضل حضرتك على الهواء. السلام عليكم. يا مرحب. أهلا وسهلا. يا حضرتك. يا أهلا بيك. وأهلا بالأخت هدى. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك جناب القمص. أي. الإسلام حضرتك أنت بتقول هو نزل على 7 أحرف. حضرتك هو نزل على 7 لهجات لكي العرب يفهموا. شكل حضرتك مثلا أنت عندنا في مصر هنا عندنا لهجة الإسكندرانية، لهجة الصعيدة، لهجة البحري، لهجة الوجه القبلي. وحضرتك بتقول مثلا أن القرآن حضرتك من المصاحف مختلفة، يعني إيه في تعدد في المصاحف. هل التعدد ده حضرتك بيختلف مثلا في العقائد، بيمس عقيدة الإسلام؟ يعني مثلا الصلاة مثلا في المصحف ده غير الصلاة في المصحف ده، أو الزكاة مثلا في المصحف ده غير في المصحف ده حضرتك. وحضرتك برضو في الإنجيل حضرتك في 4 أناجيل حضرتك اللي هم لوقا ومرقس ويوحنا وماشي حضرتك، هل هم حضرتك متماثلين زي بعض ولا في اختلاف حضرتك؟ أيوه ماشي حضرتك. ماشي طبعا. أنا ليه أعتذر حضرتك يا حضرتك في الحلقة اللي فاتت حضرتك أنا كنت بتدخل واتدخلت في موضوع تاني، فحضرتك في كتير من المشاهدين بيتدخلوا في مواضيع تانية حضرتك وبتسمح لهم حضرتك. أيوة اتفضل. ماشي حضرتك. اتفضل حبيبي. ماشي. شكرا جزيلا لك عادل لمداخلتك وتعبيرك عن رأيك وحرد عليك حبيبي. نمرة 1، القرآن على 7 أحرف أو 7 لهجات زي البحيري والإسكندراني والصعيدي والمنياوي وكذا. ماشي. بس اللهجات في العرب ما هياش زي اللهجات اللي كانت اللي موجودة في مصر دلوقتي. لأن اللغة العربية كانت لسه في بدايتها، فكل قبيلة من القبائل لها لغتها، مش بس لهجتها، لها لغتها مش بس لهجتها. واضح؟ فأنت بس بتحاول التشبيه للتقريب، هي كده زي اللهجات كده بس تختلف في واقع اللغة العربية هناك في قبائل العرب مختلفة تماما. فعشان كده نازلة في كلام مختلف كتير وعبارات مختلفة كتير ومواضيع مختلفة كتير. طب انت بتسأل سؤال تاني مهم قوي، بتقول هل في اختلاف في العقائد في بين الحاجات دي كلها؟ ده تأكيد لاختلافات العقائد. لما يبقى في ناسخ ومنسوخ
طب ما اختلاف اهو في كل اللهجات وفي كل العقائد. طبعا في محكم ومتشابه، في كلام اخطاء علميه واخطاء نحويه واخطاء جغرافيه واخطاء تاريخيه واخطاء لاهوتيه، ياما من الاخطاء. وبعدين انا جبت قبل كده الاختلافات بين الاحرف، وهرجع برضو اتكلم عن الاختلافات بين الاحرف، واتكلم عن الاختلافات بين القراءات ان شاء الله في الحلقات القادمه. طيب بتقول احنا عندنا اربع اناجيل، هل هي متماثله؟ نعم، قلت لك ان احنا بنؤمن بالمعنى الواحد بلغات وتعبيرات مختلفه. احنا مش زي القران، القران حاطط نفسه في ورطه مش هيطلع منها الا الناس هيطلعوا منه، وهو ان القران موحى به لفظا ومعنى، وحيث ان الالفاظ مختلفه كلها فبقت مصيبه عندكم، يبقى فين كلام ربنا من ده كله؟ لكن احنا لا، اننا تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، المعنى موحى به، التعبيرات مختلفه. ده بالنسبه لنا. بعدين بتقول عندك عتاب، انت دخلت وسبت الموضوع بتاع الحلقه وقلت مواضيع تانية في حين، وانا وقفتك في حين ان اخرين بيتكلموا في مواضيع مختلفه وبتسيبهم. ملاحظه صح. طب ايه المشكله؟ اقول لك المشكله. المشكله ان اللي بيتكلموا في مواضيع مختلفه هم في نفس الدايره، مواضيع مختلفه بس في نفس الفكر، مش متعارض. انت بتحكي مواضيع مختلفه متعارضه مع ما نؤمن نحن به، فده بيلزمني ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارد عليك في المواضيع اللي انت بتسرها. لكن هم بيقولوا مواضيع مختلفه ايضا، بس مش محتاجين ان انا ارد عليه لان هم بيردوا في دائره الايمان بتاعنا، مواضيع مختلفه في دائره الايمان، فمش هيكلفني ان انا ارد عليه. لكن انت بتتكلم في مواضيع مختلفه غير اللي انت بتتكلم فيها والحلقه اتكلم فيها، فده مما يضطرني ان انا لازم ارد عليك، ما اسكتلكش. وعشان ارد عليك لازم ابقى مركز قوي وياك واشغل كهرباء الذاكره والحافظه عشان اجيب البراهين والادله الماضيه والقديمه وارد عليك، مما يجهدني كثيرا، فما بحتاجش ان انا اشتت نفسي في اثناء الحلقه الواحده. لكن بيخش في الايمان المسيحي ويتكلم في اكثر من موضوع، مرحب. لكن تخش انت بالايمان الاسلامي وتتكلم في اكثر من موضوع، يبقى عايز ارد عليك في اكثر من موضوع. فهمت يا اخ عادل؟ ما هو ربنا يديكوا نعمة، ربنا يديكوا نعمة وتفهموا الفروقات دي كلها. شكرا جزيلا. معنا اتصال. عارف تفضل حضرتك على الهواء. سلام ونعمة. يا مرحبتين ايها العابر، اهلا بيك. بنقبل من الايادي يا ابونا. الله يبارك فيك حبيبي، اهلا وسهلا. بس لغتك كده هتظهرك. في حالك. اشكر الله. حالك انت بخير. اشكر محبتك يا عارف، كيف اخبارك؟ والله الحمد لله اخباري تمام، الحمد لله. نشكر ربنا. انا بحمد الرب يسوع المسيح. امين امين امين. نعمته معانا، نعمته معانا، وانا بتكلم الاخوان المسلمين اللي يتكلموا الان على البرنامج. اصحوا من غيب ومن غيب وبيتكم اصحوا. اعرفوا الحق من الباطل، اين الحق واين الباطل؟ تعبدون يعني اله غير موجود، اله غير موجود. محمد كذب عليكم كذبه وصدقتوها. صح. ايوه صحيح. انا قريت القران، تمعنت في القران وجيت للقران ايه تنقض ايه. سورة سورة، حكاية الأنبياء في القرآن مكررة 20,000 مرة. العزيز الغفور، الشكور الصبور، يعني كلها مكررة، كلام مكرر. تمام تمام. يعني ما فيش شيء، يعني جمعوه على جلود الأغنام عثمان بن عفان
وجمع رمضان الكتاب المقدس. اما حسب علمي انا الكتاب المقدس التوراة والانجيل الكتب السماوية انها نزلت من السماء من عند الله من عند الرب. امين. فكيف تكون هذه الكتب اللي نزلت من السماء محرفة والقرآن ما هو محرف؟ انا بجزم كبير ان القرآن محرف. هذا اللي بغيت شارك شيء يا ابونا وزوج الايادي والحمد لله اني اهتديت على يدك يا ابونا وعرفت. نشكر ربنا. نشكر الله يباركك حبيبي. الله يباركك. انا مش ناسيك. انا مش ناسيك في طلباتك. انا بس بذكرك يعني بقولك لا مش ناسي شغال على الموضوع بتاعك. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة حبيبي. قد ايه بشكر الله. انت عارفة كم عابر النهارده؟ 19 عابر ابونا. حسب كم؟ 19 يا انت حسب الواحد بالعائلات بقى اللي هو اياه. مظبوط. برافو عليكي. برافو. فنشكر ربنا. هايله ماشيه معايا صح. شكر رب. 19 عابر وعابرة. يا رب مبارك اسمك يا سيد. مبارك اسمك. نشكرك يا رب. ليتك تكمل عملك في الآخرين. يا سيد. ليعرفوك ويتمتعوا بيك. يتمتعوا بخلاصك. يتمتعوا بالسلام. يتمتعوا بالمحبة. يتمتعوا بالطمأنينة والسعادة والفرح. يا رب ما تحرمش حد. يا رب ما تحرمش حد من كتر نعمتك. آمين. آمين. أحبائي قد وصلنا إلى نهاية الحلقة ونعتذر لكل الذين لم نستطع أن احنا ناخد مكالماتهم. لكن بقي الوقت تاني. قبل ما نصلي تتفضلي تحبي تقولي حاجة؟ يا دائما الأوقات الجميلة والغنية تخلص بسرعة أبونا. نشكر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونشكر جميع الأحباء المشاهدين اللي اتصلوا. أبونا ممكن قدسك تتفضل بصلاة ختامية؟ بالتأكيد. حاضر. شكرا. نصلي يا جماعة. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رب نشكرك لأجل حلقة اليوم أنك بتسلط الأضواء. نعم يا رب. على الأمور الغامضة وغير المعروفة لتكشف الحقائق الباطلة عشان تخلص أبنائك وبناتك يا رب مما هم فيه وتمتعهم بالخلاص العجيب والنعمة والسلام والمحبة. يا رب ما تحرمش حد أبدا. يا رب بارك الكل. أشكرك يا رب من أجل كل المشاهدين وكل المشاركين. ليتك تبارك الجميع. أصلي من أجل قناة الفاد يا رب والخدام اللي فيها عشان تتمجد ويانا لنتمم قصدك ونخلص نفوس باسمك. اذكر المعضدين للقناة سيدنا. عوضهم بكل بركة روحية لتستمر القناة في رسالتها لخلاص النفوس ومجد اسمك القدس. اذكر بنتك هدى. احفظها في رضاك. اذكر عبيدك ضعفي وكل مقدم البرامج لتتمجد من خلالنا. كما نوصيك رب على أبنائك وبناتك اللي أوصونا أن احنا نذكرهم في الصلاة. اذكر رفعت شوقي للشفاء والبركة وحتى يستطيع الحركة. واذكر ابن الرب للشفاء والتوفيق في العمل. بنت الرب لفك ضيقتها وترفع الظلم عنها وإظهار الحقيقة. اذكر ابن الرب لحل المشكلة وإخوته للنعمة والبركة. نطلب من أجل رودي لسلامة الفحوصات. مجدي لسلامة التحاليل وتمام الشفاء. ريتا لتمام الشفاء. ساري وإخواته للشفاء الروحي والجسدي والتحرر من الشهوات والتلامس معك. ليديا صموئيل للشفاء بخيت وأولاده ثلاثة تفتح باب الرزق قدامهم. اذكر جورج للشفاء النفسي والبركة. ميلاد والعيلة للبركة. مينا للعمل وكريستينا التوفيق في عمل مناسب. اذكر كفاح لسلامة الفحوصات والتحاليل وتمام الشفاء. مادلين للشفاء من السرطان وابنها سيرجون للنصيب الصالح. بنت الرب للسلام والحفاظ عليها وللهداية والتوفيق والنجاح. اذكر علي للشفاء وإلهام للشفاء من الأمراض. جوني للشفاء عينيه.
بديعة لتمام الشفه، بسام وغسان وأولادهم وعائلتهم للبركة، لارا للصحة وعادل للنجاح وعائلته للبركة، مينا ومارك للنصيب الصالح، ألمز وعائلتها للبركة وتسهيل أوراق الجنسية، ابن الرب للتلامس معك وللابتعاد عن أصحاب السوء، ابن الرب للتوفيق والنجاح جورج للشفة من المرض النفسي. اذكر عادل والعيلة للبركة، نشوة والعيلة للبركة، كلارك للتوفيق في اختيار كلية المناسبة، ابن الرب للتوفيق والبركة في العمل وتسديد الاحتياجات، شذا لتسهيل أوراق السفر وحل المشاكل العائلية، كريستين رمزي للنسل الصالح، بيتر للبعد عن التدخين والشفاء النفسي والجسدي، مينا وجورج كيرولوس للبركة والحفاظ والسلام، تريز وأولادها وعائلتها للبركة والحماية. كما نرفع إليك أيضا يا رب طلبة ابنك ماليك ليه ولعيلته وأخوه مولود، تمجد أنت في حياة الكل السيد. اذكرنا كلنا في مراحمك يا رب، كل الذين طلبوا منا أن نذكرهم في الصلاة والطلبة التي نرفعها إليك. اسمع واستجب لكل إنسان. أما الآن فمحبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. إلى اللقاء في برامج القناة اليومية، وسلام الرب يشملكم، آمين. الدين اللي بيقول إن أنا اتقتل لما أخرج قصاد حاكم ظالم ومجرم ومستبد وفاسد وحرامي فيه كل العبر، طب وأنا أؤمن بهذا الدين ليه؟ أنت تعلم إن في أحد المبشرين في أحد القنوات فتح الموضوع ده أكثر من 20 مرة ولا واحد منكم تفضل؟ فاهمين إن الأزهر مقصر إن ما بيردش على زكريا؟ معقولة ده كمان يا شيخ جمال؟ كل المبادئ بتاعت الديمقراطية كفر بالله. وبعدين ما تابشي يقتل برضو، علشان كده في كثير من الناس بترتد عن دين الإسلام في السنوات الأخيرة. زكريا بطرس عامل لك عقد نفسي قوي. لا ده أنا بقول لك لو شفته أقاب بإيه. أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غيره. لو ده دين الإسلامي أنا خارجة منه أصلاً.